السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان، تبارك الله عليكم، تحية للجميع. اليوم هو الأحد، كنظن واقيلا شي 25 في شهر 25 في شهر 12، قريب راس العام، قريب ندخل 2024. المهم انا في الخرجه ديال القصر الكبير، طريق العرايش. بعد ما كنت توقفت يعني لمده تقريبا تقارب 3 اشهر، ها انا اليوم اعود الى الدراجه الهوائيه. ما رجعنا للدراجه الهوائيه والهوايه المفضله، دايرين واحد الخريجه اليوم ان شاء الله عشيه، دابا المهم قريب العصر، دابا غنديروا تقريبا شي 40 كيلومتر ولا 50 وغنوليو بحالنا. واحد طرا 3 شهور ما تحركنا، غنديروا واحد 40 50 كيلومتر ان شاء الله تعالى ونرجعوا بحالنا باذن الله. خارجين انا والاخ عبد الخالق الحربولي، ها هو جاي من مورايا. المهم مشاو لنا نتفكروا ليا ملهينون، نعاودوا نجدوا اللقاء مع الاخوان والاصدقاء محبي الدراجة الهوائية. صراحة اجواء جميلة جدا كيف ما كتشوفوا، الحمد لله يعني ولات الخضورة بعد هاد التساقطات المطرية اللي كانت شهدتها البلاد ديالنا. الحمد لله الأمور تبشر بالخير. أمور كتبشر بالخير الحمد لله. أجواء جميلة جدا صراحة. غنقول لكم بغيت غندور نوريكم غير دخلة المدينة عاوتاني، حيت واحد المنظر جميل. شوفوا الاخوان كيفاش دايره الطبيعه والديور وكذا، داكشي رائع جدا. ها انا اخي عبد الخالق، ها هو البطل، ها سير انا جاي. سي عبد الخالق الغزال، الرجل الطيب لا تسمع منه الا خيرا، سبحان الله. شوفوا الجو كي داير ديال القصر المعلم الاخوان، شوفوا الاجواء كيفاش دايره. المهم دايره ندويره، نحيو العلاقة عاوتاني ونجدوا اللقاء مع الدراجة الهوائية، مع الإخوان والأصدقاء المتابعين اللي كيحبوا الدراجة الهوائية والرياضة بصفة عامة. فهاد 3 شهور هادي كنقول لكم كنت كنتمشى وصافي، جريت فيها شي 2 ولا 3 مرات صافي، هما اللي جريت، ماشي شي جري شويه وصافي ديك 10 كيلومتر. ايوا دابا حنا عندنا لقاء مع الدراجه الهوائيه اليوم، ومع الصديق العزيز سيدي عبد الخالق الحربولي الغزال. ها هو ها هو ها البطل، ها غادي كيشاور عليا، راه غادي معايا ضربه ضربه. اما هو دابا راه طلقت له، اللهم بارك. دابا هو في العريش. ها هو ها هو ها كيسلم عليكم الاخوان، توحشناكم الصراحه والله العظيم، غيبنا عليكم بزاف والله الا غيبنا بزاف. ياك عبد الخالق انت، ياه انا، ياه انت كتخرج اخي، انا اللي غيبت، انا الاخوان اللي غيبت، انا الاخوان كاملين كيتحركوا كيخرجوا. واجاتني مع ديك السفر ديال الخارج ديال اوروبا وكذا، انت غيبت شويه شهر، عشت انا راه 3 شهور، 3 شهور اخويا ولا اكثر. مشيت ديك المشيه مع حسان ونحيلي، ومشيت مشيه في ديك الخارجه ديال بني معافه، وصافي من تما وليت حركت البيكالا كاع. ايوا نطلب الله يكون هذه البدايه عاوتاني ديال تجديد
اللقاء والعلاقة مع الدراج الهوائية، نوليو عاوتاني نحيو معها الماضي. يا الاخوان دابا راه 3 شهور ما خرجنا، غنشوفوا راسنا واش باقي نقدر نزيدو نوصلوا للعوامرة ولا لهذا ولا والو. ان شاء الله تعالى يكون على الخير. خرجت مع عبد الخالق هذه السيمانه، جريت معاه شويه ودرنا الحركات، كنحس براسي الحمد لله يعني اون فورم، الامور مزيانه ولله الحمد. ضربوا شي دوره ان شاء الله 41 50 كيلومتر ان شاء الله نوليو ونرجعوا ان شاء الله تعالى. نسأل الله أن نعود سالمين غانمين. يلا دعوا معنا إخوان، بارك الله عليكم. نقربنا الخرجة دابا ديال القصر، جهة العرايش، كاين المعمل ديال صب السكر هذاك الشيء، هنا كاين البراج ديال البوليس، ما بقاوش البوليس هنا يا شي، ما عرفتش علاش. المهم درت واحد ستاسيون جديدة هنايا، وينكسو، هذه ستاسيون جديدة دارت، هذا الرون بوان ديالنا ديال الدخلة للمدينة، هذا الطريق ديال المريصة على اليمين ديال ولاد حميد وكذا. براج البوليس ما بقاش البراج، سبحان الله. رون بوان رائع 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 جدا الحمد لله. حنا نبغيو المدينة ديالنا عاد تزيان وتزيد القدام، وكنقول لكم المدينه ديالنا راه ماشي قصراوي باش تعرفوا هذه القضيه هذه، ولكن راه من سنه 1997 يعني 24 سنه وانا في القصر الكبير. راه من حقي نقول السلام عليكم، من حقي نقول المدينه ديالنا راه هذا عمر، هذا وليداتي الحمد لله كاملين تزادوا هنايا، ايوا انا راه كنتسمى قصراوي عاوتاني. المهم حنا نبغيو المدينة ديالنا تكون مزيانة وتزيد عاد زيان وتنمى وترقى، والناس ديالها يكونوا تاني مزيانين وفي أحسن حال. دابا الناس بزاف كيعانيو هنايا، لأن مدينة الحركة فيها والاقتصاد ديالها كامل كيعتمد على التجارة، وفاش كتفوت الأيام ديال التجارة، أيام ديال العواشر، المناسبات الصيفية، المواسم، ملي كيفوتوا هاد الأيام يعني الناس كيبقاو يعانيوا التجار هنا في هاد المدينة. خاص البديل، خاص معامل، مصانيع، شي حاجة فين الإنسان يقدر يخدم العام كامل. صعيب التاجر دابا، التاجر هنا خصوصا دوك التجار الصغار، وكيخدم يخدم يخدم، هذا هو اللوكوس، قنطرة هذا هو اللوكوس، يخدم داكشي اللي كيصور في ديك الشهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور ديال الصيفية والمناسبات، كيعاود ياكلو دابا فاش الشهر وقت ديال الأزمة عاوتاني. وهذا ما كاين، نتمناو المسؤولين ديال هاد المدينة والناس اللي كيترأسوهم وهذا، يعني الناس الكبار اللي في الوزارات وكذا، يدعموا المسؤولين باش يديروا شي حل هنا الناس ديال المدينة، الأغلبية ديالهم كيعانيو من البطالة، والله العظيم ما كاين غير البطالة. بنادم عا جالس، بنادم فيه ما يخدم، باغي بنادم يخدم ولكن ما عندوش فين يخدم، فين غيخدم فين؟ لذلك كتجبر الأغلبية كيهاجروا المدينة، إما كيمشيو يخدموا في طنجة ولا في قنيطرة ولا في كازا ولا في تطوان أولا في العرايش أولا كيهاجروا المغرب كاع. الأغلبية ديال ولاد المدينة ديال القصر الكبير راهم خارجين مهاجرين، اللي في اوروبا اللي في امريكا، كل واحد وفين مسكين عاطي الراس. انا المدينه ما كايناش، ما كاينه ما يدار فيها الا قلت لكم الايام ديال الصيف المناسبات، راه كلشي كيتمعش، وفين ما مشيتي راه كتكون الحركه، راه كتفوت ديك الايام كتولي الازمه. ايوا نطلب الله يتغير الحال ديالنا من هذا الحال الى احسن حال. هذا هو الوزين، هو هذا الاخوان، هذا الوزين ديال السكر. ايوا المهم حد هنا غادي ولا نزيدو معكم حتى السلامه، سير حتى السلامه، يلا نديرو معكم فيديو واحد حتى السلامه.
ونعاودوا معكم ان شاء الله شي فيديو واحد اخر عاوتاني من شي بلاصه اخرى شي بلاصه اخرى. المهم هذا نمشيو معاه حتى السلامه شحال ما كان فيه. قهوة السلامه احنا قربنا لها. المهم الاخوه رانا كنتعافر وكنتقاتل وصح حال ما ترينيت انا كان دافع البادره والنفيسه والجهد وصح. اما انا راه محلوك ودابا انا غادي 27 في السرعه غادي كنتقاتل اخي ياك هو هذاك 27 ما كملاش يوقع 27 وزيادة عندي 27 فاصلة دابا 24 الله يا ربي الله الله يا ربي الله. وهادي احنا قربنا قهوة السلامة ولكن هادي راه شي قهوة أخرى عاوتاني لبست هنايا ما عرفناهاش شنو هي. ستاسيون هذا بيترو ام بيترو. المهم هذا شي قهوة عاوتاني شي ستاسيون هنا عاوتاني جديد. المهم الاخوان كنشوف الصواريخ بزاف المعلم الدنيا بدات كتزيان شوية الحمد لله. المهم هذه قهوة السلامة كنظن واقيلا كيديروا ملاعب هنايا لا يكون ثاني كامبو د الكره ملعب ديال الكره يبقى يجي يلعبوا فيه الناس هنا مزيان هذا مقرب هنا. هذه قهوة السلامة ايوا هادشي اللي كاين قهوة السلامة فايتن كنا نجيو ليها قهوة مزيونة ها هي فيها المسجد فيها الجزيرة فيها ستاسيون فيها بارك فين يلعبوا الدراري ماكلة ايوا اللي بغيتيه كاين موجود الحمد لله خير موجود خصها الفلوس. هي هادي قهوة السلامة حنا دابا صافي وصلنا لواحد مفترق ديال الطرق هذا كيمشي لعريش كاين الا بغيتي دير رومبوان راهي طريق ديال رومبوان تاني ترجع لجهة الرباط ولا تدخل القصر من الجهة الأخرى على سنادلة ايوا هي غادا. المهم حنا فتنا السلامة دابا قربنا العين عبيد قربنا العين عبيد ان شاء الله. بقى لنا دابا هاهي اللائحة معليش بقى لها 27 كيلومتر طنجة 112 تطوان 132 هذا اللي كاين هذا جهد عليكم انا كنحاول نوريكم شنو كاين كنحطكم في الصورة وانتم كملوا من عندكم راهي عين عبيد. ايوا الان الاخوان مع الاخوات ما بقى لي الا نودعكم تهلانا في راسكم والى فرصه اخرى ان شاء الله تهلاو.